السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش تعاودوا؟ نقاد الكاميرا شوي. انتم لاباس؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو فأتم الصحة والعافية يا رب. الفيديو اللي سبق كنت قديت معكم الصالة وشفتوا معايا فيترينة العرض اللي كنت كنحط فيها دوك الفضيات ديالي بانها فارغة. انا كنت فرغتها باش ننظفهم ونغسل داكشي اللي كان فيها ونمسح داك الزاج ديالها وننظفها. قلت انا غادي نشارك معاكم اليوم واحد الطريقة سهلة 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 جدا بمكونين فقط باش تقدروا تنظفوا الفضيات ديالكم، اي حاجه ديال الفضه او لينوكس. لينوكس راه عادي، راه كيتنظف غير بالخل وشويه ديال الخل شويه ديال الصابون وشويه ديال الليمون كيف شاركت معكم في هذا الفيديو سابق. اما الفضيات فيها مكونين فقط. قلت انا علاش لا نشارك معكم، بزاف تاع البنات عندهم المعدن ديال الفضه وكي استعصى عليهم انهم بعد مرات خاصها تمشي تقلب على شي برودوي تجيبو. انا دوك البرودويات ما عنديش معاهم، كيكون فيهم دوك الكيماويات كيكون فيهم شي كتخرب اليدين، فانا قلت نشارك معكم هذه الطريقه هذه وغادي تعجبكم 100%. زائد انه غادي نبدا في الترتيب ان شاء الله ديال المطبخ وغادي نشارك معكم الترتيبات الجديده ديال المطبخ من هنا لرمضان. غادي يكون واحد كنقول لكم واحد المفاجاه في المطبخ ديالي، غادي نغيرو ان شاء الله، غادي ماشي نغيرو مره واحده ولكن بعدا ندخل عليه بعض التحسينات. كتعرفوا التغيير شي حاجه اللي زوينه كيف قلتوها لي نتوما حتى في التعليقات، قلتوا بان التغيير كيعطي طاقه، وفعلا التغيير اي حاجه غيرتوها غير من هنا لهنا، غير حولتي المحل ديال واحد بلاص واحد الحاجه محطوطه هنايا حولتيها لمحل اخر، كتعطيك انتي واحد الطاقه ايجابيه وكتعطيك واحد النفس اخر وكتعطيك نظره اخرى لليوميات ديالك. يعني مره الواحد هكا ما يبقاش دائما ستابل في واحد، يعني ما يبقاش شنو نقول لكم على 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 نمط واحد. يعني الترتيب يضل واحد، يعني كما خليت الصاله مثلا نخليها طول العام على وجه واحد، يعني طول العام وانا كنشوف فيها بنفس المنظر بنفس المنظر بنفس اللون بنفس، يعني واخا تكون نظيفه وزوينه وكل شيء ولكن العين حتى هي كتعيش. الى تغير غير محل ديال واحد الكنبه من هنا لهنا سبحان الله كتحسي بواحد الطاقه ايجابيه النهار الاخر، وكتحسي بانه كاين شي حاجه شي تغيير حتى في حياتك كلها. يعني حنايا بالنسبه للسيدات اللي قاعدات في البيوت عندهم الوقت ما شاء الله، يعني كيكون عندنا الوقت شويه، راه ماشي ما عندناش كاع الوقت، الا كنا كننظموا وقتنا راه عندنا الوقت. ف يعني كنبغيو داك نكسروا هذاك الملل، يعني بكثره ما نحنا قاعدين في الدار، يعني داك الروتين اليومي، فيقي الدراري، غسلي الدراري، صبني الدراري، وكلي، طيبي الغداء، طيبي الفطور، طيبي العشاء، كيكون واحد 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 النمط يعني هاديه كتمشي فيه يوميا يوميا، يعني روتين ديال الحياه ما كيتغيرش. كتولي تحسي بالاكتئاب، كتولي تحسي بان حياتك مليها حتى شي جدوى، بان حياتك بالعكس الا كنتي كتغيري، يعني كيدوز واحد 15 يوم 20 يوم كنمشي كنغير من هنا لهنا، يمكن نغير الصاله، يمكن نغير اللون ديال 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 الكنبات، وممكن نمشي نغير الصالون، نغير في غرفه النوم نقلبها من هنا لهنا، نغير، يعني هذا التغيير هذا كيخلق عليك تجديد، كتجدد الحياه ديالك، كتجدد النفسيه. اصلا اهم شيء في هذا الموضوع كله هو النفسيه ديال هذيك السيده اللي قاعده في البيت، لانها ما عندهاش، اغلبنا كتكون قاعده في البيت بحالي انا مثلا، انا قاعده في البيت اغلب الوقت ديالي في البيت، راه ما كنخرج غير الجمعه والسبت هما اللي كنحاول انني نخرج فيهم، يا يعني نمشي عند ناسي ولا كنخرج للسوق ولا نخرج نتسوق ولا نخرج خارج بحال هكا غدا ولا عشاء برا. يعني طول الاسبوع كنكون في الدار، يعني طول الاسبوع كتحسي روتين ممل كيكون عندك، فما فيها باس الواحد مره يدخل تحسينات، يدخل تغييرات، يغير، يحاول ما امكن يدير شي حاجه.
وحتى في داك الوقيته الفراغ ديالكم، انا راه دائما كنقولها لكم وحريصه غنبقى نكررها لكم في جميع الفيديوهات، الفراغ اللي كيكون عندكم ديك الساعه ديال الفراغ ولا ساعه ونص ولا ديروا فيها شي حاجه مفيده، ما تقابلوش البنات التليفون، راه هو سارق الوقت. التليفون السوشيال ميديا كتسرق منك الحياه مش غير الوقت، كتسرق منا حياتنا كاملها، كتسرقها منا. ما فيها بس نجمع شويه، ولكن شويه يعني 5 دقائق 6 دقائق راه كافيه باش تجمعي وباش تهضري وباش تهضري مع تشوفي اشنو كاين اشنو واقع وصافي. ماشي نقضي الساعات بالساعات قدام السوشيال ميديا، كيسرق منك حياتك، ما كيخليك ديري حتى شي حاجه. ديروا شي حاجه مفيده، اللي عندها الكروشي تخدم كروشي، اللي عندها في الرسم ترسم، اللي عندها في القراءة تقرا، اللي عندها كل وحدة عندها أكيد شي هواية أو أكيد شي حاجة كتقنها وشي حاجة كتحبها، فما تخليش الحاجة اللي كتحبيها تضيع منك بسبب السوشيال ميديا، تسرقها منك السوشيال ميديا. أنا دائما غادي نكررها عليكم لأن هذه معاناة العصر، دائما نقول معاناة العصر. كاينين سيدات سرقت منهم حياتهم، انا نعرفهم شخصيا، كاين اللي دمرت حياتها دمرت بيتها من اجل السوشيال ميديا. يعني ملي كتفيق وهي ماسكه داك التليفون كيجي الراجل كيلقى الدنيا فوق بعضها، كما يلقى غدا ما يلقى عشاء ما يلقى حتى حاجه في وقته، كتنوض المشاكل، ها هي مخاصمه مع اليوم مخاصمه مع غدا، انت ما مقابله التليفون، انت غا قاعده في التليفون، حتى وصلت لدرجه الطلاق. هذه انا حالات راني كنعرفها شخصيا. يعني الواحد وحده تحاول ما امكن انها تستغل وقتها فيما ينفع. هذا الشيء انا دائما كنبدا لكم المقدمه بحال هكا. المهم من كلامي كله هو انكم تستغلوا وقتكم، هو انكم تخلقوا اجواء زوينه في حياتكم، غيروا، واخا تغير غير محل ديال الكاس من هنا لهنا، انا بحال نغير واخا غير الفران نحيدو من هنا ونحاولوا ليه كيخلق عندي سعاده. الا غيرت غير الدواليب، هذا الدولاب كان فيه مثلا عندي فيه المواعين وحطيت فيه مثلا المواعين ديال الضيافه ولا شي حاجه، كيخلق عندي سعاده. داكشي اش قلت لكم، ان شاء الله الفيديوهات الجايه غادي نحاول، يعني ماشي قريب لان باقي قاعده كنرتب، باقي كنتقدى الحويجات اللي غادي نغير بها المطبخ ديالي، ان شاء الله منين نكمل التغييرات ديال المطبخ غادي نشاركها معاكم اكيد، وغادي نعطيكم الحويجات اللي انايا غيرتها في المطبخ ديالي من هنا ان شاء الله لرمضان، يكون ان شاء الله بحولي وقدرتي، الله يعطينا طولة العمر وفي الصلاح وفي العافيه وفي الصحه والبدن، ان شاء الله نوصلوا لرمضان الله يبلغنا ليه سالمين سالمين معافين والرحمه بيناتنا ان شاء الله. غادي يكون تغيير، انا دائما كنحب هكا في رمضان يكون الاجواء مختلفه تماما على باقي السنه، ما كنبغيش رمضان يكون لانه شهر مميز، شهر عباده، شهر نفسي نحضروا ليه نفسي نتحضروا ليه نفسيا، يعني نفسيا حتى العين ديالنا خاصها تكون شيء تغير في حياتنا في ذاك الشهر، في دارنا في حياتنا في شخصياتنا نتغيروا في هذاك الشهر على الاقل، لانه هو الشهر القربة لله سبحانه وتعالى. داكشي علاش فكرت انني حتى انا من باب هذا التغيير غادي نغير شويه في المطبخ ديالي، لان كما تعودت في رمضان دائما كنحاول ندخل شي حاجه جديده. المهم قلت لكم غادي نحاول نشارك معكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، ودابا كي قلت لكم غادي نمشيو ننظفوا المواعين ديال الفضه وتشاركوا معايا نغير بالموجود فيه بما جادت به قريحتي يعني بالاشياء البسيطه كيف ما عودتكم، ما كنحاولش انني نعطيكم الاشياء اللي ماشي في المتناول، كنعطيكم الاشياء اللي في المتناول ديالكم كاملين، يعني يقدر يعملها تعملها السيده اللي هي ما شاء الله تبارك الرحمن ميسوره، والسيده اللي مسكينه ما في حالهاش وما عندهاش تقدر انها تمشى بنفس العيشه، يعني عيشه جات في الوسط، نقدروا نطلعوا، تقدر تمشي عند الطالعين اللي فوق وتقدر تنزل عند اللي لتحت، والله يرزق كل واحد من فضله نعيمه يا رب. نمشي وان شاء الله نبداو نهارنا وتشوفوا معايا هاد الكوزينه كيف صابحه ليا يعني كيف غادي نشارك معكم المطبخ ديالي كيف صباح اليوم. هاني معاكم ان شاء الله حتى نهايه الفيديو. ها انتم البنات كي كتشوفوا معايا هنايا، هنا فين حطيت انا دوك الفضيات اللي غادي نغسلهم، راه حالتهم حاله، ما نقولش لكم راه قبل ما نولد
تقريبا داك الاسبوع الشهر اللي كنت غنولد فيه كنت حكيتهم، ومن تماك دابا راه 4 شهور وزياده، يعني 4 شهور شويه باش ما 5 شهور، 5 شهور دابا باش ما تنظفوش. كتشوفوا حتى من الكؤوس هادو ديال الضياف ديال الشاي حتى ما كنحطهم في هذيك الفيترينه ديال العرض، حتى ما عامرين غبار. وهذا كي كتشوفوا معايا هذا الورد هذا غدا نخويه لانه صافي فقد ديك الريحه ديالو، كنت كنجيبو من ايكيا، فيه واحد العطر زوين معطر انا كتحطو في كنحطو في الصاله. انا غادي نخويه هذا الكاس البنات، هذا راه قاديتو انا، كان بقى عندي غير هو، ويعني تهرسوا الطقم ديال الخوت وتهرسوا، بقى غير هوايا فدرت له زينته بحال هكا، وكنت حاطه فيه حتى هو الورد، كنحطه بحال هكا في هذا باش يبقى يعطي، كنحطه في فيترينة العرض باش يعطي ملي كتحليها كتعطي واحد الريحه زوينه منها. كي كتشوفوا معايا راه ما نقولش لكم حالتهم حاله، هذا البراد هذا كنت مغطياه بالبلاستيك على ود باش زعما يصبر معايا شويه من الغبار، ومن هذا بقى شويه هو لونه زوين. المهم هنايا غادي نبدا كيف قلت لكم، هنايا غادي نبداو ان شاء الله الحكان والفريك ديال الفضيات. كتشوفوا معايا جوج المكونات فقط، عندكم الملح، المكون الاساسي هو الملح، وقطعه ديال الطماطم، يعني واحد طماطه وحده ولا حسب الكميه اللي عندكم ديال الماعن راه تكفيكم وحده ولا جوج ديال الطماطات، تقطعوهم بحال هكا مربعات وصافي. وكتبداو يعني ضروري تلبسوا الليقات لان الملح ومع الحكان ممكن يديكم يتجرحوا لكم وتحرقكم الملح في يديكم، داكشي علاش انا كنلبس لبست الكلافسات باش ما نلقاش مشكله في يديا، ومنها تحافظوا نيت على يديكم. هنايا قبل ما كنلبس انا الكلافزات، الا كنت عندي هاد الشقه ديال الكلافزات الا كنت غادي نلبسهم، كندير كريم في يديا، منها يديا كياخذوا واحد الرطوبه والنعومه، كياخذوا يمتصوا هذاك الكريم على خاطرهم باش ما يبقاوش ناشفين، وكنعالجهم منها. ومنها انني راني لابسه كنخدم خدمتي في هذاك الوقيته فاش كنكون لابساهم. المهم هنا كتبداو كدهنوا هذيك القطعه ديال الفضه ديالكم، كدهنوها مزيان بالطماطم، بالقطعه ديال الطماطم، ومن بعد كتبداو كتفركوا بالملح، يعني كتفركوا شويه بالطماطم شويه بالملح، وبسرعه كتعطيكم النتيجه، راه ما كتطولوش فيها الوقت بزاف، ما كتاخذش من عندكم الوقت نهائيا، غير شويه ديال الفريك بلا منديل بلا حلفه بلا حتى شي حاجه، وكتعطيكم النتيجه اللي نتوما كتقلبوا عليها. انا هاد الطريقه هذه من زمان كنت كنشوف زوجات خوالي في البلاد، وفي في البلاد عندنا في البلاد، يعني ملي كنت كنمشي لعندهم البلاد كنت كنشوفهم كيفاش كينظفوا، كتعرفوا الناس في البلاد عندهم بزاف الفضه وعندهم النحاس بزاف، كنت كنشوفهم كيفاش كينظفوا الفضه ديالهم، وبقات عندي هاد الطريقه هذه وبقيت معتمداها، دائما كننظف بها الفضه ديالي، وحتى النحاس حتى هو كتنظفه بشكل رائع جدا. يعني شوفوا الواحد الحاجه مهمه، شفتوا الاشياء اللي كنا كنستعملوها بكري اللي كانوا كيستعملوها جداتنا جداواتنا، هي اشياء صحيه وفعاله، الواحد ما امكن انه يحاول يحافظ عليها بدون ما يمشي لهذوك الكيماويات، مهما كانت السهوله ديالهم مهما كانت النتيجه ديالهم فهما مضرين بالصحه، من الريحه ديالهم، من انك كتفركي بهم وكياثروا على اليدين كينشفوهم، من هنايا الملح راه حتى ولو كاع ما نظفتو، يعني مع الحكان قلت لكم انا كتجرح لكم يديكم شويه، ولكن الا كنتو ما عندكمش بزاف تاع الماعن راه تخدموا غير بيديكم، منها كتنظف كديروا قماش ليديكم، ومنها راكم كتحكم معناتكم. كتشوفوا معايا النتيجه ديالهم، شوفوا الفرق، يعني راه ما خديتش من عندي الوقت بزاف، راه غير شويه ديال الفريك صافي، وكتبان لكم النتيجه واضحه 100%. شوفوا الفرق ما بين هذه وما بين هذه، يعني ما كناخذش معاهم ما خديتش فيهم الوقت، وكتعرفوا الواحد راه ضروري انه خاصو يعني يقلب على الاشياء اللي توفر ليه الوقت، خاصه بالنسبه للعيالات اللي عندهم ما عندهمش الوقت وعندهم وليدات عندهم مسؤوليات، ما غتبقاش النهار كله هي قاعده كتحك في الفضه. وهاني كملت الواني ديالي كي كتشوفوهم، يعني خلصتهم نضاف ما شاء الله كيشعلوا، ما فيهم ما خدوش مني الوقت بزاف،
يعني حتى انا ما عنديش بزاف هذا الطقم تفضل البنات، هذا هو اللي خديت في فاش كنت جايه لداري. احنا دائما راكم عارفين المغربيات ضروري من طقم الفضه والطقم ديال الطرز الرباطي والكيسان ديال الشاي، ويعني الاشياء هذه ضروري العروسه كتجيبها معاها. واخا كاع ما كاينش الثقل وداكشي، حاولت انا نجيب معايا قدر المستطاع. المهم هادو كي كتشوفوا الكؤوس حطيتهم لتحت. انا هاد فيترينه العرض هذه ما بغيتش نعمرها، صافي كنت من الاول حاطه فيها حتى دوك الهدايا اللي كيجيو للزوج ديالي، كيجيو مثلا فناجين ولا كيجينا بحال هكا في رمضان كي كنتبادلوا بيناتنا هذوك العيديات وداكشي كنت حاطاهم فيها. دابا لا، تخلصت منهم، خليت فيها غير الفضيات وخليت فيها كؤوس ديال الشاي. الكؤوس ديال الشاي البنات راها جبتها معايا من عرسي حتى هي ليها 7 سنين وهي محطوطه، ما تضحكوش عليا، عزيزه لي الاشياء هكا نحتفظ بها، خاصه اذا كانت هدايا من ناس عزاز كنحافظ عليها. المهم، وهادو هما الفضيات، هذه الفيترينه ديالي نظفتها نقيتها وحطيت فيها هذوك الفضيات كي كتشوفوا معايا، كلشي كيلمع، كلشي بدرجه يعني ديال كيف نقولوا حنايا، كل شيء هو هذاك على حقه وطريقه. المهم هي الطريقه اللي عطيتكم انا، اعتمدوها في الحكان ديال الفضيات، غادي تلقاو عليها النتيجه 100%. بالنسبه لهاد الملح البنات والطماطم، حتى بالناس اللي كتلبسوا اللي كيلبسوا الاكسسوارات ديال الفضه ديال النقره، كنسمو حنا كنقولوا الفضيه اللي لونها فضي ديال النقره، حتى هي يمكن لكم تحطوها تقريبا واحد نص ساعه في العصير ديال الطماطم وديال الملح، ومن بعد تفركوا واحد الفريكه جديد سريعه، وغتلقاوهم انكم تلبسوا السنيسلات ديالكم، الاكسسوارات، الخواتم ديالكم، غتلبسوهم كيشعلوا كانكم يلاه شريتوهم من عند من من, من المحل ديال الفضه. وهنايا غادي نمشي نوجد الغداء، يعني ساليت لوقيت ديال التنظيف وحكيتهم ورجعتهم بلاصتهم. هنا وصل الوقت ديال باش نوجد الغداء. كتشوفوا معايا حطيت هنايا عندي السمك إيفيلي، يعني انا غدا بسيط جدا، غدا سريع جدا. ما كنحاول دائما انا ملي كيكون عندي الشغل كندير الغديوات السهله اللي ما تاخدش من عندي الوقت. كنشد هذاك السمك الإيفيلي وكنعصر عليه عصره ديال الليمون وشويه ديال الملح، وكان يعني كتخلوه شويه في داك الملح والعصره ديال الليمون، ضروري من برا ومن الداخل. وعندي واحد القطعه ديال البصله ديال البصل كتقطعوها جوانح ولا نصف دوائر، وعندي كذلك الجزر حتى هو كنقطعو نصف دوائر ومن بعض انصاف، وعندي شويه ديال القزبر والمقدونس مقطعاهم، ولكن ما غنستعملهم حتى الاخير، لان دائما كنقولها لكم انا القزبر والمقدونس باش يعطيو النكهه ديالهم ويعطيو يعني داك اللوغو الزوين ديالهم، ما كنطيبوهمش كنخلوهم حتى الاخير عاد كنستعملوهم. فكنمشي دابا نوجد المقله او الطنجره اللي غادي نطيب فيها في على النار، كنحط فيها زيت الزيتون او اي زيت عندكم، ماشي ضروري زيت الزيتون، يعني زيت نباتي ولا زيت زيتون ولا السمن، المهم الشيء اللي متوفر لكم. المهم افضل حاجه هي زيت الزيتون، الا توفر لكم زيت الزيتون فهو احسن حاجه. كنحطوا فيها ديك في التكي يسخن شويه، ما يسخنش بزاف، في اطونسيون انه ما يتحرقش لكم الزيت ديال الزيتون، ما كيبغيش يكون محروق، غير شويه. وكتحطوا فيه هذاك السمك الايفيلي وكتخلوه يطيب على خاطره. وبالنسبه للجانب الثاني كتشوفوا معايا راني حاطه الرز، الرز دائما كنشارك من الرز اللي كنحطه مع السمك، كانه مسلوق. الا بغيتوا تضيفوا عليه الخضر كتضيفوها عليه. كندير الماء في القياس ديال كوب ديال الرز معاه كوبين ديال الماء، والملح وورق الغار وشويه عيدان ديال القرفه وحبات ديال الهيل وحبات ديال القرنفل، وكنحط ملعقه صغيره ديال السمن او ديال الزبده، وكنغطيه وكنخليه يطيب على جنب
على خاطره. هنايا السمك ديالي كنخليه كيتشوح مزيان عاد يعني من الظهر ومن الجنب. هذيك واحد السمكه كنت بغيت نقطعها، درت ليها التفليحات شويه، ولكن اكتشفت ان السمك ايفيلي ما كيبغيش انك تفلحه بزاف لانه غادي يتهرس، وفعلا كيف كتشوفوا معايا راه تهرست، وفعلا هو تهرس. لان هذا الاكله في الاساس البنات الا بغيتوا ديروها صوبوها بالسمك ديال الشعور، يعني انا ما عرفتش الاسماء ديال السمك هنايا، كنعرف الشعور دابا نوريكم الصوره ديالو غنخليها لكم الفوق. وفي المغرب استعملوا داك السمك الصول او الميرنا، او يعني السمك اللي كيجيكم كبير شويه، يعني الحجم ديالها المتوسط ماشي الكبير، هو اللي ديروه بهذه الطريقه هذه. انا كان نتوفر لي السمك ديال الايفيلي ودرته وتهرس شويه معايا، معليش انا ماشي مشكل انه يتهرس، المشكل هو في المذاق ديال الاكله كيجي رائع جدا جدا جدا. وعلى فكره هي اكله هذه فرنسيه، يعني ماشي، انا كنت دائما كنقادها بالسمك الكبير اللي غادي نوريكم الصوره ديالو هو باش كنصوبها، ولكن ما توفرش ليا، لقيت سمك هذا الايفيلي وصوبته. بالنسبه كنبقاو نشوحوا فيه شويه، راه فيه الملح فيه ليمون، يعني ما كيحتاج تزيدوا الملح نهائيا. من بعد غادي نضيف البصل على الجنب، غير في الجنب كتحطوا البصل وكتحطوا الجزر ديالكم حتى هو، في ملي كطيح ديك البصله كنحطوا عليها القطع ديال الجزر. ومن بعد كنخلوه يطيب مزيان، يعني حتى كطيح معانا ولكن ماشي بزاف بزاف. كتعرفوا نتوما يا الطبخ لا الاوروبي ولا الاسيوي كيخلو شويه الخضره ما كطيبش بزاف، وهذا هو السر في انك تجي المذاق ديال الخضره باين، وكيجي واحد لوغو فيه يعني بنين كيجي زوين. صافي هنايا كنضيف كيف شفتوا معايا، كنضيف الكريمه وكنخليها واحد شويه غير تعقد شويه فقط، تقريبا ما كتكملش دقيقه صافي، وكننزلها على النار وصافي، وغادي نقدمها. يعني اكله بسيطه بسيطه جدا وسهله وصحيه، ما تاخذش معكم الوقت يعني بزاف. كنقدمها مع الرز كي كتشوفوا معايا هنايا، داك سميتو شنو نقول لكم، القزبر والمقدونيس خديت منه واحد شويه وخلطته مع الرز باش يعطي نكهه زوينه للرز الابيض، والباقي حطيته فوق من الوصفه فوق من الاكله ديال السمك. وقدمتها كذلك مع الشوربه هنايا، صوبت شوربه ديال صحيه ان شاء الله نشاركها معكم، ديال الكرومب والجزر والكرافس، كتجي رائعه وسخونه ودافيه وحارقه للدهون كذلك. وقدمته شي مره نشارك معكم هذه الشوربه لانها مهمه بزاف، بزاف البنات كيقلبوا عليها لانها حارقه للدهون. وقدمته مع السلطه، سلطه ديال الطماطم، ومعروفه السلطه اللي كنقولوا حنا السلطه اللي متعارف عليها هنايا، اللي هي ديال الطماطم والخيار والخس والكرومب، يعني قطعتهم وجهزتهم وقدمتها معاهم تقريبا، والعصير طبعا في المائده ديال الغداء ضروري من العصير. كان هذا هو الغداء ديالنا البنات، كنتمنى ان شاء الله انها عجبتكم الفكره ديال هذا الغداء وتجربوه، وغادي تردوا عليا الاخبار، اكيد غادي يجيكم لذيذ بزاف وصحي بزاف. وان شاء الله نتلقى معكم في فيديو جديد، في وصفات جديده ان شاء الله، في روتينات جديده محفزه كيف دائما. كنحب انني ما نكونش ثقيله عليكم، ولكن للاسف كيجوني الفيديوهات طوال، ما كان واخا كنقطع تنعيه كيبقاو طوال، انا كنستسمح منكم. وان شاء الله نتلاقى معكم في فرصه جديده، ونتلاقى معكم تكونوا نتوما باتم الصحه والعافيه يا رب، والله يرزقكم السعاده في الدارين، واحبكم في الله. وما تنسونيش من لايكاتكم وانكم تبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الناس، باش حتى حنا نطلع قناتنا شويه ونفرحوا بها وتزاد عندنا عدد المشاهدات. والى اللقاء، يا ربي يسعدكم ان شاء الله، احبكم في الله.